قام سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة ومسؤولو الإدارة التنفيذية ومأمورو الضبط القضائي بإدارة التفتيش بالوزارة بجولة تفقدية ورقابية إلى بعض الأسواق التجارية. نعم، وذلك للإطمئنان على أوضاع الأسواق التجارية ومنافذ البيع والتحقق من توافر السلع وبالأخص المواد الغذائية الأساسية واستقرار أسعارها، بالإضافة إلى الاستماع لملاحظات المستهلكين والتجار. وأكد الوزير فخرو حرص الوزارة على متابعة حركة الأسواق بكافة معطياتها، مشيرا إلى أن الإدارات المختصة بوزارة الصناعة والتجارة تراقب الأسواق بشكل مستمر لضمان عدم وجود أي تلاعبات بشأن أسعار السلع والمنتجات أو وجود غش تجاري أو وجود عروض وتخفيضات غير صحيحة وأي مظاهر أخرى غير قانونية، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية. وخلال الزيارة تم الاطلاع على توافر وأسعار أصناف عديدة ومختلفة من السلع والمنتجات الأساسية والتحقق من أسعارها وقيمتها من المزود الرئيسي، بالإضافة إلى قيام الوزارة بالدراسات المتكاملة والمستمرة التي توضح معدلات أسعار السلع في السوق المحلي والعالمي والتعرف على مسببات ارتفاع الأسعار لبعض السلع إن وجدت ومعالجتها واتخاذ القرارات المناسبة بخصوصها. واختتم وزير الصناعة والتجارة جولته بالشكر الجزيل للمزودين والتجار على تعاونهم وحرصهم بتوفير وطرح المنتجات الرئيسة المتنوعة في الأسواق المحلية وبأسعار مناسبة، منوها من كافة المستهلكين بأهمية التواصل المباشر مع الإدارات المختصة في الوزارة بشأن أي ملاحظات أو بلاغات أو شكاوى بهذا الخصوص، وذلك عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل.